السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. بعد تسجيل الجزائر لأرقام مخيفة بفيروس كورونا، خرج البروفيسور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية عن صمته مفاجئا للجميع، حيث كشف عن إصابات فيروس كورونا ستتسارع بالارتفاع لأسابيع مقبلة، مؤكدا أنه لا يستبعد بتاتا فرض إجراءات جديدة، تلميحا إلى تجديد الحظر الكلي على المناطق الموبوءة خصوصا كالولايات الشمالية كتيبازا وجيجو والبويرة والعاصمة وهران وغيرها. نفس التصريح أكده البروفيسور خياطي، حيث قال إن الإصابات سترتفع بشكل مخيف الأيام القادمة. وبحديث الدخول المدرسي، كشف البروفيسور أنه غير ممكن وقف الدراسة الآن للتلاميذ، وفي هذا السياق قال خياطي: اتركوا أبناءنا يدرسون، والوباء لا يمثل خطرا عليهم ولا على أوليائهم. وأشار ذات المتحدث أنه لم تظهر أي حالة وباء بعد استئناف الدراسة، وأن الأطفال في كل العالم يدرسون بشكل طبيعي. من جهة أخرى أكد أنه من غير الممكن انطلاق الموسم الجامعي إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، باعتبار أن الفيروس ينتشر في هذه الأوساط بقوة. وقال: ليس لنا حل آخر للأسف سوى الوقاية والالتزام والتباعد واستعمال القناع الوقت، لأن لقاح الفيروس لن يكون قريبا. كان هذا ملخصا لما آلت إليه الأوضاع. مشاهدينا، شاركونا بآرائكم على ما يحدث بالجزائر.